نعم، أنا بس أعقب على الكلام الشيخ، تحدث بالفقرة الأخيرة. إيه؟ فعلا كان المحافظ أسعد العيداني وعدنان درجال عندما كان وزير للشباب كان لهم دور في يعني إنجاح استضافة هذه البطولة، دور رئيسي ومهم. يعني احنا لاحظنا يعني محافظ البصرة أسعد العيداني حتى يستقبل وفود مركبته الشخصية لإنجاح هذه البطولة، رغم الضغوطات ورغم أنه ربما انتقادات هنا أو هناك من قبل البعض يعني، لكن هذه البطولة هي يعني نهايتها هي للعراق، سمعة العراق، سمعة البلد، علاقات البلد، التعايش السلمي مع هذه البلدان.